يقع شاطئ المغرب بلدية بوخليفة على بعد 18 كيلومترا عن عاصمة ولاية بجاية، حيث يعد أحد الأجمل الشواطئ، وهو الشاطئ الذي تم اختياره من قبل السلطات المحلية للإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الاصطياف لسنة 2016 كونه يستحوذ على مساحة كبيرة. يمتاز بطبيعته الساحرة وبمناظره الخلابة التي تسر الناظرين، فضلا عن مياهه الصافية والمنعشة. تم تزويده وتجهيزه بمختلف المرافق الضرورية لحاجيات المصطافين وتوفير الراحة والاستجمام، ليعرف بذلك توافد آلاف الزوار والمصطافين وحتى العائلات التي تبحث عن الهدوء والسكينة وتفضل التأمل في أمواج البحر. ويبقى المغرى من بين الشواطئ النظيفة بالولاية وبدون منافسة، مما يجعله يستقطب أنظار السواح والمصطافين ومحبي روحة وجمال البحر.